كنوز اف ام كنوز اف ام نسيك الدنيا وما فيها في 90 لقيت انه فما 100 ملعب مبرمج ومرصدوت له اعتمادات وموش معشب رقم كبير. الرقم هذا انا قلت السناء مانيش باش نبرمج تعشيب ملاعب، خلينا ننجز المياه وقاعد نحث في الشباب ودعوه مني للشباب اللي ينجم يعمل مشاريع في الميدان. من غير المنطقي ان يكون عندنا زوج شركات ولا 13 ملاعب، يلزم يكون عندنا شركات تعشيب ملاعب. ليه ما لا مصنع لتعشيب الملاعب؟ خي صعيب مش صعيب مصنع ليه. اليوم لامبورتاسيون في كل شيء نستوردوا فيه. اليوم البوله نتاع البيك بوك نستوردوا فيها، المريول نستوردوا فيه، العشب الاصطناعي نستوردوا فيه. خي ما عندناش رجال اعمال، دعوه مني رجال اعمال تاع نعملوا مصنع. انا انفستيو في الحاجات هذه، خلي نشوفوا علاش اللي ما لا فيها ربح. راهو 100 ملعب، تعرف 100 ملعب كي نقولوا الملعب 500 مليون قداش القيمه؟ سينورم في عام سينورم. علاش ما نخدموش عليه هذا؟ راني نعمل فيه دعوات على الهواء، كل ما نطلع نقول لهم راهو ميدان فيه ربح فيه مربوح نخدمه. صحيح الشباب يقول لك انا خدمني مسمار في حيط في الدوله، اما راهو الابداع التفكير رؤوس الاموال مش الشباب اكثر منه. انا حارس مع وزاره التكوين المالي والتشغيل ومع السيد رئيس الحكومه انه ربما ننشئ معناها انفون صندوق اللي نجموا نعاونوا به بعث المشاريع الشبابية في الميدان الرياضي. ووعدني وزير الشباب، وعدني العفو سيد رئيس الحكومة وعدني سيد رئيس الحكومة، قال لي إن شاء الله نجلس عليه في أقرب وقت. لأن قلت في كل مجلس وزراء ويسمعوا فيها على الهواء نقول لهم راهو ما عنده حتى معنى إلى ما نشغلوش شبابنا، ما عنده حتى معنى إلى نعملوا منشآت وما نلقاوش شكون يعس عليها، ما عنده حتى معنى إلى كان نعطيوها البلديات في وضعية تعبه. راهو المنظومه متكامله، راهو العمل اللي عمله وزاره الشباب والرياضه، عمل البلديات، عمل الحكومه، عمل المستثمرين، عمل الناس الكل، لانه الوضعيه اللي احنا فيها ماهيش وضعيه طيبه، راهي وضعيه سيئه. يلزمنا نلقاو حاله كيفاش نطلعوا من حاله هل الناس الكل راميه المنديل على بعضها وقاعده تستنى والوزاره ما عملت لنا شيء وكذا. احنا مطالبين، صحيح قياده القاطره عند وزاره الشباب والرياضه، اما هاي المنظومه متكامله فيها أكيد. البلديات فيها رجال الاعمال، فيها المستثمرين، فيها الشباب، الشباب يلزمو يتحرك، يلزمو يبدع. جاوني الوزاره برشا شباب، والله عندنا شباب حقيقة يبدع. طريقة التفكير وطريقة عندنا شباب نستثمروهم ممتاز. أنا قلت لهم مديت لهم يد المساعدة ويعرفوني. مديت لهم يد المساعدة، قلت لكم اللي عنده برنامج ولا مشروع يجيني. وأنا مستعد نقف معاه ونخلقوا هالفون هذايا ونجموا نعطيهم إمكانيات كيفاش ينجموا ينجزوا مشاريع، وفي نفس الوقت زاد يخدموا في إطار التربية البدنية ومع الدولة وهذا حقهم. في 90 كنوز اف ام كنوز اف ام نسيك الدنيا وما فيها.